سمع الله لمن حمده. الو، هو ده رقم عم جميل؟ طب معلش، اصل الرقم اللي انا حافظاه متلخبط في دماغي. انا اللي كلمتك امبارح يا سيدي، متاسفه. معلش انا اسفه. على السلامه. عم جميل، انا عسلية، وحشتني قوي. تليفوني ضاع ومعرفتش اوصل لك، حاولت اكلمك كتير. عاملة ايه يا عسلية؟ انا كويسة. ازيك؟ انت كويس؟ كويس الحمد لله. لوحدي يا عسلية؟ قاعد في نفس المكان اللي كان الحسن بيحبه. انا كنت فاكرك نسيتيني خلاص. نسيتك ازاي يابا؟ ده انت من ريحة الغالي. عسلية، أنا كنت قلتلك مرة ما تجيش تزوريني عشان جوزك ما يزعلش مني، بس أنا رجعت في كلامي يا سلام، رجعت في كلامي وبقولك تعالي زوريني ولو مرة. ولو مرة واحدة. حاضر حاضر، هجيلك والله العظيم هجيلك، بس أنا لوحدي لوحدي يا سلام. يا حبيبتي، جبنا لك احلى هريسه في اسكندريه. مالك يا زينب؟ انت معيطه؟ لا ما تقلقش قوي كده، مفيش. انا بس افتكرت ابويا وامي الله يرحمه. يا ست تعيشي وتفتكري. ربنا يخليك ليا يا رب. بقول لك ايه؟ تعالي. ايه في ايه؟ تعالي بس. استني هنا. خش برجلك اليمين سيده الدوق. انت مجنون يا محروس؟ برجلك اليمين. ماشي. خش على طول هنا. انفخوا الابواب. اقعدي. انت هتسحر؟ غمضي عينك. افتحي. يا لهوي، بتاع مين الذهب ده كله يا محروس؟ بتوع انا وانتي. انا وانتي؟ بس ده كتير قوي. 420 جرام. اصل كان في العشر سنين اللي فاتوا كل ما يجيلي فلوس نشتري ده، ومن النهارده الفلوس دي بتاعت انا وانتي. انا وانت بس كده في ايدك الكريمه الجميله. ايه الزبدة الملوكي ده يا جدعان؟ الله. طب ما فيش هنا اهو. انتي مش هتقلعي الخاتم ده بقى يا زينب؟ لا انا قلت لك لا، ما انت عارف ده بتاع المرحوم ابويا. الله يرحمه. ماشي ماشي. طيب ما شاء الله جميلة، اللهم صل على النبي. يا لهوي، كل دي فلوس؟ بتاعت مين الفلوس دي؟ انت ليه محسن ان انا حرام يا زينب؟ دول 50,000 جنيه اخر قسط بتوع العربية، ودول بقى هننزل كده نشتري لك ايه؟ 5-6 طقم من غاليين قوي، وكم قميص نوم هونمي، والخلاخيل عليكي.
أنا عايزك مبسوطة بس يا زينة. ربنا يخليك ليا يا محروس. ولا يحرمني من ضحكتك الحلوة دي أبدا. بقولك إيه؟ أنا أروح أشويلك دنيساية. ماشي. طب والهريسة؟ الهريسة نحل بيها بعد الدنيساية بقى. طب وبعد الهريسة؟ هي دي عايزة كلام. هنقيل شوية. نقيل؟ حاصرين على المطبخ يا وزن. يا لهوي. ماشي يا كبير. اقفش. حلاوة دي يا معلم. رش على البنات. غلط. وبعت لعز. حصل. يا عم انسي. يا عم انسي قلت لك مرة واتنين وعشرة شغالني. ده ايه ده مصروفي ولا ايه؟ مرتبك. اللي عامل بيه ايه؟ جراية راشا. اتفك لي لحم دماغك شوية. لما عاوز منك حاجة اطلبها. العبد لله بقى مؤسسة. بدفع مرتبات في الشهر يجي 100,000 جنيه. لمين؟ للي شغالين معايا. حريم، رجالة، جوه وبره. وفيهم بشوات. يا لهوي يا امسي، ده انت بقيت مافيا. لسه انا يا دوب حلقه في السلسله وعايز اشبكك جنبي. بس واحده واحده. بونو. يا ازاي فين الواد ضايع؟ يا ولاد الايه؟ يعني ايه بونو ده يا عم انسي؟ هروح اجيب سكر. عادي عادي، انا بحب اقعد معاكي. عادي. غنوة حكيت لي على ليلة الواد راشد وليلة الاسم. كانت ليلة سودة. سودة بقى ولا مش سودة؟ اهو خلاص الغمة اتشالت واحنا بقينا تمام زي الفل وما عليناش اي حاجة. صح ولا مش صح؟ نرجع بقى نشوف شغلنا كده ونشوف اكل عيشنا. انا مش هرقص تاني. لا ما ترقصيش. مين اللي قال ترقصي؟ انا قلت ترقصي؟ انت هتبقي نجمه الكباريه يا ماما. اخليكي نجمه الكباريه. انا في الكارده بقالي 30 سنه بعون الله شفت كل الرقصات واقدر افرزهم واحده واحده. انما انت شربات دمك خفيف لونه بتعرفي ترقصي بتعرفي تعملي كل حاجه. اه خلاص اللي كان راكب على دماغنا اهو نزل وراح وانشكح ووقع من على دماغنا اللي اسمه راشد. عارف راشد اللي قالب دماغ الحكومه وبيدوروا عليه وهو بيختفي منهم؟ عارف راشد يبقى مين؟ يبقى مين؟ صبي من صبيان علي جوزي. ما تحكمش بيها علينا يا رب. مش علي ده اللي بين اربع حيطان ومسجون دلوقت؟ هيخرج. انت ما تعرفش علي. علي ده فتوة جدع دمه حامي. تصدق انا غلطانة اني رحت اشتغلت عندكم؟ يا رب ما حد يقول له. هعمل ايه بس لولا الحاجة؟ ما هي الحاجة لسه موجودة يا طنط. الحاجة لسه موجودة. بموت في السمارة. بصي يا طنط، عشان انتي حبيبتي انا هعمل معاكي حاجة ما بعملهاش مع حد خالص. أنا هديكي مرة ونص قد اللي طلبتيه. مش أنتي قلتي شهري حياتي هتشتغلي معايا وبعد كده خلاص مش هتشتغلي تاني؟ خلاص اشتغلي معايا الشهر. اشتغلي معايا الشهر لغاية ما الاقي حد غيرك يا حبيبتي. أنت ما بتسمعش؟ قلتلك مش هرجع أرقص تاني. لا هترقصي يا طنطو. هترقصي. هترقصي يا حبيبتي. أنا مش فاتح بقالة. أنا فاتح محل وداير وناس بتاكل من وراه عيش. وأنا مالي؟ ما تنزل من دماغي. أنا عندي حاجات عايز أعملها. أنا أقدر بعون الله أخدك كده هيلة بينا وأشيلك وأرزعك في وسط الكباريه وترقصي ورجلك فوق رقبتك. بس أنا مش هعمل كده. أنا بحبك قوي كمان. أنا هسيبك تاخدي راحتك وتشاوري عقلك
وتاخدي كل وقتك وتقومي تعملي لي حاجه بقى عشان انا ميت من الجوع. حاضر حياتي. حربايه فين؟ مش هرفعنا جوه، حطها في كيس ورق مع الخزين في الشاي والسكر. دي كانت معاها طول ما هي عندكم هنا، ولقيتها في مصر وعلى الكورنيش وجابتها. انا مش فاهم ده ايه. طب ودي بتعمل بيها ايه؟ انا عارف يا صلاح، قال حلمت بيها ولقيتها وجابتها في الحلم، ولا جابتها في الحقيقه يعني. طب ودي فيها ايه؟ تعرف لو اي ابن حنان بنت عمتي مام بيربي سحالف وتعابين، مش الحربايه اللي بتتلون دي؟ ايوه يا حاج، هي انا مالي. طب وفيها ايه؟ انت خايف منها ولا ايه؟ على فكره دي ما بتاذيش، دي ولا حاجه خالص. طب بقول لك ايه؟ ما تجيب من الاخر كده وتقول لي، انت بتلف وتدور حوالين ايه؟ هي البت فيها عيب؟ لا والله ما فيهاش عيب ولا حاجه. البت لوزه بس يعني واخداها جد قوي. اتفهمنا في ايه؟ لا انا فهمت خلاص يا حاج. طيب انا هستاذنكم بس خمسه كده، هوصل لحدها واجي لكم تاني. استني هتقولي لها ايه بس؟ ما تخافش، ده كلام بين الستات وبعضهم. ما تقلقش، هقول لها الكلام طالع مني انا. يلا عن اذنك. ربنا يجعل البركه على ايدك يا حاج. ان شاء الله يا اخويا باذن الله. ما يجيبها الا ستاتها. حاضر حاضر. اهلا 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 يا حاج. السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة واحدة حمر اللحمة واجيلي. لا 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 تعالي تعالي، انا عايزاكي كده في كلمتين وهنزل على طول. اصل محروس زمانه على وصول. لا هو وصل وقاعد مع صلاح بيرغوا شوية، انا بس عايزة اتكلم معاكي كلمتين. خير يا حاجة؟ في ايه؟ هو جوزك بيشتغل ايه؟ السؤال الغريب ده. ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يا بنتي ردي عليا وريحيني. بيشتغل سواق تاكسي. يعني صندوق الدنيا. يعني بيورد عليه اشكال والوان، ستات حلوين، بنات امارات، هوانم. يعني لازم اللي تبقى جوه بيته تبقى عينيها في وسط راسها، ما تخلوهوش يفكر في حد تاني غيرها. لازم بقى تبقى هي ايه مركزة معاه. مالك يا بنت متنحة كده ليه؟ انت فاهمة اللي انا بقوله؟ هو كان محروس اشتكلك مني في حاجة؟ لا ابدا، ده بيقول انت نعمة من ربنا، هدية، وانت فعلا ست وزي القمر. بس لازم بقى كمان تدور على راحة جوزها. يعني أنا استغفر الله العظيم يا رب، هي مش عيب بس يعني تدلعه تنخشه ترقص له. بتعرفي ترقصي ولا لا؟ أعرف. دي السجاير ودلوقتي 70 جنيه الباقيين. ليه؟ هي الواحدة بكام؟ الواحدة ب15. 15 عفريت لما يبقوا اتنططوا في خلقتك، بتغلوا على الناس ليه؟ الناس تتعارف. وانا عامل لك ايه؟ هي اللي غليت. طب هات ولاع. خدي سيدي ب2.5. هو جنيه اللي معايا فك، يبقى لك 1.5. 1.5 ايه؟ ما ينفعش. اهو نافع. عارف الاشكال دي بتجي لنا منين؟ يلا. ازيك يا فتون؟ ازيك يا اختي؟ بس انا ما اعرفكيش. انا عارفه انك ما تعرفينيش، بس انا جايه من رفقتك عسليه. هو النبي هي كويسه؟ كويسه قوي قوي زي الفل، بس يعني انت عارفه عشان اللي حصل ده كانت متداريه شويه. اه يا اختي. دي بعتني عشان اخدك تشوفيها. بس هي لو كانت يعني عايزاني اشوفها وبعتاكي كانت قالت لي انها بعتاكي يا اختي. هي اللي بعتاني. تعالي تعالي اركب. لا انا نسيت المحفظه في البيت. يا نهار اسود، انا بتخانق. انت فين يا وزة؟ الحقني يا اخويا. انت محروس؟ فيها صلاح. الحقني. ام صباح
ام صباح وقت من طول الحقني تعالى وقت ايه الحقني وقت دلوقتي ايوه يا ساتر حصل لها حاجه الطف يا رب ربك يلطف يا حاجه ربك يلطف ربك يلطف الطف بينا يا رب هي ما عندهاش استجابه في كل جسمها وانا ما اكذبش عليك ده شيء يقلق انا شاكك ان الحبل الشوكي يكون اتصاب اثناء الوقعه يعني ايه هتفضل كده طول عمرها ولا ايه انا ما قلتش كده بالظبط يا حاج بس احنا لازم نعمل لها اشعه رنين على العمود الفقري بالكامل وما اخبيش عليك لازم ننقلها مستشفى كويسه جدا دلوقتي ويا ريت تكون دلوقتي حالا شكرا يا دكتور العفو كريم خلاص ربنا يخليك يا حبيبي شكرا يا دكتور طبعا الو فضل ماشي الاسعاف الحقني بقول لك لحضرتك بكلم الاسعاف عندنا واحده ست تعبانه قوي يا ابني وكبيره في السن الحقوني عايزين ننقلها اقرب يا صلاح استنى بس هنقول لك دي لازم تتنقل دلوقتي طب انا الاسعاف قدامها ايه على ما تيجي قول له خلاص خلاص طب خلاص يا ابني احنا هننقلها بمعرفتنا هنتصرف ازاي عبد العزيز قاعد تحت مستني العربيه انا هتصل بيه دلوقتي خليه يطلع ونجيب كرسي ونحطها احنا الثلاثه ونشيلها خلي زينب تجهزها بس بسرعه يلا واحد الا خير يعمل خير خير طف يا رب ايوه يا عبد العزيز اطلع لي دلوقتي حالا حالا يلا انا في شقه الحاج صلاح يلا ايه اللي هي في الدنيا دينا جهزيها يا بنتي جهزيها واحد لا اقعد انت لا لا صلاح صلاح امسك نفسك صلاح عايز استقبل لك شويه وحياة النعمة الشريفة اللي خلي عليه بهدلة انت بتخطفني يا راشد ليه؟ ليه يا اخي؟ هو انا كنت سرقت منك سريع وهرفت؟ ما خلاص بقى يا فتون سد البلاعة دي جوزك بعبة لسانه هو اللي قال لحضارك هنا انت كلمت عليه؟ هو كلمته وهخليك تكلميه اطلبني عليه يا راشد اطلبه ازاي دلوقتي؟ احنا بقينا نص الليل وعلى فكرة هما في السجن متربيين قوي بيناموا بدري هو مين ده؟ ده أنسي صاحبي وصاحب جوزك من زمن الزمن وده المطرح بتاعه اللي هنقعد فيه تقعد فيه نقعد ده ايه؟ انا مروحة بيتي يا خور خدي هنا اخد هنا ايه؟ عايز تعمل راجل قوي بقى تعالى كل اول شهر وادفع الفاتورة تبقى راجل ما انت عايز تروح تعيش لوحدك عشان كل يوم والتاني تروح الكباريه لزفت فاضي طردت جالي امبارح يا اخويا وطردت وقال لي انه هيدفع لي بدل الطاقة 2 و3 مش مصدق بقك يا فتون ان شاء الله عنك ما صدقت البيت ده يا اخويا ما فيهوش غير حيطان نقي لك حيطه كده على كيفك واخبط دماغك فيها يا فتون بس احنا ناخد استراحه نتعشى وتدفعوا لكم لقمه وبعدين نكمل الموضوع ده بكره يلا تعالوا ورايا صباح رباح يا شيخ هو مين ده يا زينب بقول لك انا نسيت المفاتيح فوق خلي صلاح يخليها معاه يا عم صلاح لا عملت وده بيجيب معاك مفاتيح الشقه نسيتهم زينب بقول لك ايه غطيها كويس للدنيا بارد حاضر يا عم صلاح على بالك وانت نازل يلا يا اخوانا بالراحه العربيه واقفه بره ولا لا ما تشيل يا ابو عزيز يلا واحده واحده يا على محلكم عليها على محلكم افتح الباب ايه الاخبار؟ اشعتها كلها تمام وعمودها الفقري سليم متهيألي ترجع البيت احسن يعني ايه ترجع البيت يا دكتور؟ دي مشلوله وما بتتكلمش وما بتنطقش خالص ارجعها البيت ازاي بالحاله دي يعني؟ امشي بيها ازاي في الشارع؟ عمودها ازاي دي؟ يا فندم انت اهدى ارجوك يا فندم ما ينفعش ما ينفعش الكلام ده دي تعبانه تعبانه عارف يعني ايه تعبانه يا دكتور؟ مش معقوله كده حرام عليك معلش يا حبيبتي شده وتعدي وانت ست مؤمنه قول يا رب ممكن قولها في قلبك يا حبيبتي
تخرج من المستشفى. يعني ايه وهي بالحاله؟ حاولي تقولي اي حاجه. ما تتكلمش يا دكتور. حاولي اي حاجه. اعرفوا ان المستشفى بتعالج. انا مش فاهمه منك حاجه. قولي يا دكتور اروح بيها ازاي يعني وهي في الحاله دي؟ لا بتتكلم ولا بتنطق. يا فندم احنا ما قصرناش معاها صدقني. ارجوك اهدى يا دكتور. المستشفى اتعمل عشان يعالج الناس وانا مش كده يعني مش بالطريقه دي. معلش يا فندم اهدى اهدى ارجوك. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. لا يا حاج اهدى الدكتور ما قالش حاجه غلط. ده بيقول ان الحاجه الحمد لله كويسه. ما اني لا اسالك رد الخطا ولكن اسالك الرد فيه. استغفر الله العظيم. محبوس فين كل ده؟ احسن انت ست. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. ونعم بالله يا أخوي. مش هتكلمني علي بقى؟ فاكر جوزها قاعد على القهوة ولا إيه؟ مش تستني لما نعرف إذا كان ينفع ولا لأ؟ ده أنا جايب لك عيش توست ولا أنت واخدة على البلد ولا إيه أخبارك؟ صباح الرضا يا كبير البشوات. بعد إذن معاليك مزنوقين في مكالمة لأخويا علي. معلش البركة فيك. المشكلة كده مع جماعته فيها جواز وطلاق وحضانة يعني حوارات كده مش عايزين نشغلك بيها. حبيبي يا عمهم ربنا يوسع عليك. تسلم لي. مع ألف سلامة. مع السلامة. لما يبقى جنبه هخليك تكلميه. ما نشوف. كل يا اخويا كل. انت عارف انا كنت هروح فين بكره؟ كنت هروح اشوف علي واقول له انك خطفتني واشوف هيعمل فيك ايه. انت مش مصدقني يا فتون. بقول لك قلب عظمه لسانه احضرك هنا. يعني هو عايزني اقعد هنا بين اربع حيطان اكل واشرب وانام زي المعيز؟ الموضوع ده اتقفل. ما اتقفلش. طب حشيشي. علي اهو. ايوه يا اخويا. ايوه ايوه تليفون انسي. ايوه انا مرات علي وعايزه اكلمه. متشكره يا اخويا ربنا يحفظك. الو. الله الله يا ست الستات. ايوه يا علي وحشتني. لا بجد وحشتني قوي قوي. تكلميني دلوقتي يا فتون. اصيله ده انت اجدع مره في الدنيا دي كلها. والله العظيم وحياة ربنا راشد خطفني. خطفني ووداني عند واحد صاحبي. انا اللي قلت لراشد يخطفك. عارفه ليه؟ عشان انت ست واطيه وما صمتيش العشره. انت قتل الونش عشانك. قتل الونش عشانك يا واطيه. عارفه يا فتون؟ لو انت قدامي انا كنت هفهمك. انا عارفك واريك زي كف ايدي. بتعيطي؟ انت بتتكلم من عند قلت صح؟ اسمعي يا فتون وكتاب ربنا لو غبتي عن راشد او غفلتيه ده انا هذبحك. اقول لك لا لا مش هذبحك ده انا هشرب من دمك اول ما اخرج من هنا. فاهمه؟ ماشي يا سيدي الرجال انا هسمع كلامك. هفضل قاعدة مع صاحبك وابن عمك دول. مش انت عايز كده؟ ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص. هفضل اكلمك في التليفون وكل ما اكلمك يهددني. اديني راشد. شكرا يا سيد الرجاله. مجنونة. ايوه يا علي. ايه ده بس يا علي؟ طيب اسمع يا راشد فتون ما تغيبش عن عينك. طيب ما تغيبش عن عينك. اسمع الكلام. طيب ما تغيبش يا سيدي. بقول لك قدامي ايه ومش هتتحرك من هنا. ما تغيبش وخلاص. طيب 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 يا علي. طيب يلا سلام. ما هو ده ما يرضيش ربنا. انا
انا افضل قاعده في المغاره دي السنين دي كلها قبل ما ابن عمك يخرج. مين اللي قال كده؟ بس لا سمح الله. علي عايز اطمن عليكي، وانت معايا هتعيشي برنسيسة، هتخرجي وتتفسحي وتعملي كل اللي انت عايزاه. طب ايه رايك في طلعه الاسكندريه؟ مين دول اللي يطلعوا اسكندريه؟ انا وانت وفتوه في مصلحه هنخلصها، ناكل اكله سمك جامده ونشم شويه هوا بحر نظيف ونعمل الدماغ ونرجع. هنروح اسكندريه امتى؟ دلوقتي؟ استني بقى يا فتون. ولما هي مصلحه ايه اللي هيطلع فتون معانا؟ انت شايفه زهقانه. هنفسحوك يا فتون. انسي ما تقريني فيه ايه؟ انا اللي سايق يا راشد. اطمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مالك بس؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. قاعدي؟ له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما يرئيها يعني. صدق الله العظيم العظيم. عايزة كده؟ يعني إذا كنت عايزة كده ده يبقى إن شاء الله أمره سهل بإذن الله. يا صلاح أنا شايف إن إحنا نخلص سكة الطب والدواء الأول. ما مفيش مانع نمشي في السكتين، يمكن ربنا يسهل بواحدة فيهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هو محضر لك شوية صدري ويسر لي شوية أكل وحلول عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله. والحمد لله. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا لا أنا ما أقدرش أقول إني حبيته. أصلي أصلي لسه بفكر في الحسن. بس هو بيحبني. عيني بتقول كده. ايه انت نمتي وانا بكلمك؟ اصحي اصحي وانا عايش معاه هنا على طول. مش انت مبسوطه معايا هنا؟ تفتكروا ما صباح هتخف؟ كنت عايش انا واهلي في ليبيا لما الحرب قامت، قلنا ننزل على مصر، واحنا في طريقنا لمصر الضرب اشتغل، بقينا عمالين نجري نستخبى يمين وشمال مش عارفين نروح فين. طلعت عصابه على ابويا واخويا قتلوهم ذبحوهم قدام عيني، ما بقتش عارفه اعمل ايه بسبب انهم كانوا طالبين فديه طالبين فلوس وانا ما كانش معانا فلوس ندفعها.